الثواب الإلهي. ما الثواب الإلهي؟ من كان ذا قدرة وعافية فجعلها في الطاعة، ثم حال مرض وأقعده بينه وبين الطاعة، فإن أرحم الراحمين يكتب له ما قد مضى كأنه يأتيه. لكن من الذي يعزي نفسه أن الإنسان يصل به العمر إلى أن يقعده المرض ثم لا يذكر أياما كان يأتي فيها طاعة الله